كما أود أن أشكر إدارة المتحف العربي التي تحتضن جميع أمسياتنا الثقافية. يبقى لقد تعودنا أن نختتم أمسياتنا بفقرة فنية، ولكن هذه الليلة احتراماً لذكرى عاشوراء ستكون فقرتنا مختلفة. وبما أن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي تخاطب جميع الشعوب والأديان، وهي ملجأ الأرواح التي جرحتها هموم الحياة، تبقى أجمل موسيقى هي موسيقى السلام التي في داخلنا. هذه الأمسية سيأخذنا الفنان المبدع زياد ناصر في رحلة البحث عن موسيقى الشعوب في المعتقدات والأديان. هو فنان يعزف على أوتار قلوبنا، يرى الله على طريقته، يرافقه الموج وشربين الغابة، يدخل الليل يناغي القنديل حتى أصبح أميرا للغمام. حفر عميقا في جسد الليل حتى غدا بئرا أنزل فيه دلو الأيام ليملأها بمياه الشمس، يطربنا حد الارتواء، وعبر أنغامه نصل حدود الغيم لنستقبل معا الفنان الكبير زياد ناصر، وهو رئيس اللجنة الفنية في المنتدى.